بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معاد سنة خمسة بكرة إن شاء الله في امتحان، فحضر راجع معاه من النقطة المهمة بإذن الله رب العالمين. أرجو الاشتراك في القناة ودوس لايك وفعل زر الجرس. يلا بينا نبدأ يا شباب عشان امتحان بكرة بإذن الله رب العالمين. بيقول لي choose the correct answer number one friction force between body and the air. طالما قال لك body و air يبقى air resistance شباب، يبقى air إيه؟ resistance. نمبر 2 on smooth surface، احنا عارفين ان السموث سيرفيس اللي هو السطح الناعم الاملس بيبقى ديكريس فريكشن فورس. نمبر 3 on rough surface friction force will increase، الرف سيرفيس اللي هو السطح الخشن بيبقى increase friction force. نمبر 4 when friction force and the movement force are equal، لو عامل friction force equal movement force يبقى السبيد بتاعت البادي هتبقى كونستانت يعني ثابته. نمبر 5 if friction force is نقط زين movement force the body doesn't move هتبقى greater than. number 5 الفريكشن فورس تبقى greater than movement force لو البادي doesn't move. number 6 if friction force is نقط زين movement force the body will move هتبقى smaller. number 7 friction force between body and water، body and the water يبقى water resistance. number 8 relation between surface area and the friction force، الريليشن يعني العلاقه يا شباب، ريليشن يعني العلاقه بين سيرفيس اريا اند فريكشن فورس از دايركتلي. معنى كلمه دايركتلي هنا يعني لو السيرفيس اريا انكريز يبقى الفريكشن فورس انكريز، ولو السيرفيس اريا ديكريز يبقى الفريكشن فورس ديكريز. نمبر 9 باي انكريز سيرفيس اريا فريكشن فورس ويل انكريز، برافو عليكم انها دايركتلي. نمبر 10 فاكتورز افكتنج اون اير ريزيستنس ار، احنا عارفين الفاكتور بتاعت الاير ريزيستنس هي هيها الفاكتور بتاع الفريكشن فورس، لكن هنشيل التايب اوف ماتيريال. يبقى عندي الفاكتور افكتنج اون اير ريزيستنس سيرفيس اريا وسبيد اوف بودي، يبقى اختار بوث اوف ذيم يعني كلاهما صح. نمبر 11 فريكشن فورس بتوين تو سوليد بودي، طالما قال سوليد بوديز يبقى فريكشن فورس يا شباب، لو قال بودي واير يبقى اير ريزيستنس، بودي ووتر يبقى ووتر ريزيستنس. هنا في 11 بيقول لك فريكشن فورس بتوين تو سوليد بودي يبقى فريكشن فورس. نمبر 12 تايبس اوف ماتيريال ار، طبعا انواع الماتيريال نوعين سموث ورف، يبقى بوث اوف ذيم كلاهما صح. نمبر 13 ريليشن بتوين سبيد اوف بودي اند فريكشن فورس از دايركتلي، العلاقه بين سبيد وفريكشن از ايه؟ دايركتلي. نمبر 14 باي انكريز سبيد اوف كار ات ويل كونسيوم، كونسيوم يعني بنستهلك، لما الراجل يجري بالعربيه فبيحرق بنزين كتير، ات ويل كونسيوم يعني بنستهلك مور فيول، وقود اكتر. نمبر 15 تايبس اوف فريكشن فورس ار 3 تايبس. نمبر 16 ميتاليك بول موف اون سيراميك، احنا عارفين ان السيراميك بيبقى سموث سيرفيس، طالما سموث سيرفيس يبقى ديكريز فريكشن فورس، يبقى طالما الفريكشن فورس ديكريز هيمشي لونج ديستانس مسافه طويله، يبقى ميتاليك بول موف اون سيراميك فور لونج ديستانس. نمبر 17 نقط ات از سين لاير ذات هاز سموث سيرفيس، السين لاير اللي هي الطبقه الرقيقه اللي هي الرقيقه الصغيره اللي بريكنتس في اويل اللي هي الزيوت والشحومي بموس اوف زيم. نمبر 18 نقط ات از جروب اوف ميتاليك بول، البلي الحديد اللي هو الرمان البلي بسميه جروب اوف ميتاليك بول ذات هاف سموث سيرفيس، يبقى بول بيرنج اللي هو رمان بلي. نمبر 19 لابريكنتس اويل اند بول بيرنج ار، اي سطح ناعم بيعمل ديكريس فريكشن فورس، واحنا عارفين لابريكنتس اويل بحطه للماشين عشان اعمل ديكريس فريكشن فورس. نمبر 20 اوبن باراشوت، لما بفتح الباراشوت بزود السيرفيس اريا يعني بعمل انكريز السيرفيس اريا، وطالما زودت السيرفيس اريا يبقى هزود الاير ريزيستنس، يبقى بوث اوف ذيم. نمبر 21 فريكشن فورس بتوين انترنال بارتس اوف ماشين جنريت، خلي بالكوا هيت انرجي هي هيها ثيرمال انرجي، هيت انرجي هي هيها ثيرمال انرجي، نفس المعنى طاقة حرارية، يبقى بوث اوف ذيم. نمبر 32 وين رابينج يور هاند، لما ادعك ايدي في بعضها انا كده بحول الكاينتيك انرجي الى طاقة الحركة، لهيت انرجي الى طاقة حرارية. نمبر 33 كار تايرز اللي كاوتش العربية هاف مارك شاملز كيرفد جروفز بوث اوف ذيم، كل الاشكال اللي شايفها في كاوتش العربيه ديت عباره عن نارد شانلز كيرف جروفز فور بوث اوف ذيم كلمه صح. نمبر 34 روكيتس ار ديزاين، الصاروخ بنصممه ستريم لاين، اول ما تشوف كلمه ستريم لاين، كلمه ستريم لاين بالانجلش معناها ديكريس سيرفيس اريا، ولو ديكريس سيرفيس اريا بص الحاجه اللي قدامي روكيت يعني اير ريزيستنس، لو فيش مثلا يبقى ووتر ريزيستنس، يبقى انا اول ما الاقي كلمه ستريم لاين معناها ديكريس سيرفيس اريا، يبقى ديكريس
air resistance. Decrease air resistance إن الصاروخ ماشي في الهواء. Number 35 birds stretch. يعني البيردز تفتح جناحاتها زي open parachute بالظبط. يبقى بيحصل increase air resistance. Number 36 car drivers shouldn't increase car speed. المفروض السواق ما يجريش بالعربية عشان حاجتين: يقلل الـ air resistance وبالتالي يقلل الـ consume of fuel. يقلل الـ air resistance وبالتالي بيقلل استهلاك الوقود. يبقى أقول له بص أوف زمكن هما صح. 37 by decrease surface area of body friction force will decrease. إن إحنا قلنا الريليشن هنا directly. Number 38 direction of friction force is opposite. Opposite يعني عكس. عكس الموفمنت فورس. دايما الفريكشن فورس والموفمنت فورس عكس بعض يا شباب. يبقى اوبوزيت يعني عكس. نمبر 39 دايركشن اوف فريكشن فورس از اوبوزيت دايركشن اوف موفمنت فورس. كلمه موفمنت فورس معناها الطاقه الحركيه. نمبر 40 اف موفمنت فورس فورورد. فورورد يعني الامام. عكس الفورورد باكورد. عكس فورورد باكورد. يبقى لو الموفمنت فورس فورورد يبقى الفريكشن فورس باكورد. Number 41 friction force on ceramic. احنا عارفين ان السيراميك املس يبقى decrease friction force والwood rough يعني increase friction force. وبالتالي الفريكشن فورس على السيراميك هتبقى smaller than on wood. Number 42 water resistance of shark. شارك يا سمكة القرش طبعا مساحتها اكبر فهتعمل water resistance اكبر من الفيش. يبقى water resistance of shark is greater than small fish. Number 43 fish has نقط شيب. يبقى الفيش ربنا خلقها بشكل انسيابي ستريم لاين. ان ستريم لاين معناها decrease water resistance. نمبر 44 friction force causes. friction force بتسبب causes يعني بتسبب erosion تاكل دمج يعني تلف. يبقى بوس اوف زيم الاثنين صح. نمبر 45 to control walk and run we need. بص حبيبي وانت ماشي محتاج increase friction force والعربية ماشية محتاجة increase friction force برضك. يبقى number 45 to control walk and run we need increase friction force between shoes and road. Number 46 factors affecting on air resistance are surface area and speed of body. الاثنين صح بوز اوف زم. Number 47 نقط it is a force exists between two bodies and the opposite direction of movement. ده تعريف الفريكشن فورس. Number 48 when increase speed of car it will consume بستهلك increase fuel بنزين اكتر. Number 49 on نقط surface friction force decrease. طبعا in a small surface هو اللي بيعمل decrease friction force. Number 50 on نقط surface friction force will increase rough surface. 51 نقط it make economical loss. كلمة economical loss خسارة اقتصادية بتسبب خسارة في الآلات والمصانع اللي بتسبب كده الفريكشن فورس اللي بتعمل دامج اوف ماشين. 52 metallic pool decrease friction force because they have smooth surface. خلي بالكوا lubricants و oil و ball bearing smooth surface. 53 friction force help us طبعا burning matches control speed of car وبالتالي اختارهم الاثنين بوز اوف زم. 54 if movement force direction up. لو الموفمنت اب يبقى الفريكشن داون. واحنا قلنا العكس. العكس هنا لما يكون جنرال لكن لما يكون محدد اتجاه لازم الاخر يحدد اتجاه. قلنا الموفمنت اب يبقى الفريكشن داون. 55 factors affecting on air resistance is 2. الفاكتور اللي بتاثر على resistance اللي هي 2 surface area with speed of body. 56 بنقول نقط very important for life. انا محتاج في حياتي الفريكشن فورس وبرضك محتاج الموفمنت فورس. ده مطلوبه ودي مطلوبه بوس اوف زين. 57 نقط ات از فريكشن بين اوبجكت اند اير. الفريكشن بين الاوبجكت والاير بسميه اير ريزيستنس. اتمنى لكم التوفيق جميعا واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.